الإشارة بتكسر برضو للمرة التانية في جهاز ترومان، ولكن المرة دي عطل مختلف عن العطل بتاع الفيديو اللي فات اللي هسيبه لك في الوصف أسفل الفيديو عشان تدخل تتفرج عليه، عشان لو المشكلة بتاعتك مختلفة عن المشكلة اللي هنحلها في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في فيديو جديد، وزي ما حضراتكم شايفين ده جهاز ترومان 140 TM140. المشكلة إن الإشارة فيها تكسيرة، ولكن تكسيرة خفيفة اختلاف الفيديو اللي فات. المهم هنروح دلوقتي للشاشة ونشوف مع بعض قدامنا واحدة واحدة كده. ركز معايا، لاحظ معايا كده، هتلاقي في تكسيره في الاشاره خفيفه، تمام؟ مع مرور تشغيل الجهاز، يعني اول ما بيشغل الجهاز المشكله دي بتكون التكسيره دي او التقطيعه في الاشاره بتكون زايده شويه، ولكن كل ما يسخن كل ما الجهاز تروح منه التكسيره، ولكن ما بتروحش نهائي طول ما هو شغال، ما بتروحش، تفضل موجوده زي ما حضرتك شايف معايا على الشاشه. دلوقتي المشكله مختلفه عن المشكله اللي كانت في الفيديو اللي فات. اول حاجه نرجع للجهاز تاني، طبعا المشكله اللي كانت في الفيديو اللي فات وكلكم عارفين، لكن ما شافش الفيديو يدخل يشوفه عشان في شويه معلومات مهمين برضو. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن عطل الاشاره، ولكن من ناحيه الباور، يعني الباور هو اللي كانت فيه المشكله. حلو الكلام. المشكله المره دي في جهاز برضو نفس الموديل ترومان، نفس النوع قصدي ترومان، ولكن موديل مختلف، ولكن المشكلة مختلفة برضو عن المشكلة اللي فاتت. قلنا قبل كده ان كانت يا اما المشكلة دي هتبقى في المكثف اللي هو بتاع الباور، المكثف الالكو الكبير، يا اما في المكثفات بتاعة الخارج الشوبر اللي هي مكثف ال 1016 او ال 1025، تمام؟ لاما المشكله هتقابلك فين؟ في البورده نفسها، وهتتحل من البورده نفسها. ازاي الكلام ده؟ انا قلت لك في الفيديو اللي فات ان هيقابلك مكثف موجود في البورده نفسها هنا، المكثف ده انت بتشيله وبتركب واحد جديد، المشكله بتتحل معاك على طول باذن الله. طب دلوقتي هنعرف الكلام ده ازاي؟ ولا هقول لك الافو، ولا هتعبك معايا، ولا هدوخك، خلينا بس ايه واحده واحده. المكثف ده، المكثف ده فين ورقمه كام والكلام ده كله؟ المكثف رقمه 100 مايكرو على 16 فولت. طب انهي مكثف في دول؟ هتلاقي المكثف اللي بيبقى جنب علبه التيونر بنفس الرقم اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي هو ده. هتقول لي طب انت عرفت ازاي؟ وطبعا ده سؤال مهم جدا. هتقول لي انت عرفت ازاي ان هو المكثف ده هو اللي بايظ؟ انا شكيت فيه من كده وخلاص، اكيد لا. المكثف ده بيكون هو المسؤول عن ضبط الاشاره نفسها ودقه الاشاره عشان تطلع معاك الصورة كويسة اللي هو الشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. طب انا عرفت ازاي ان المكثف ده بايظ برضو؟ طبعا مش بالافو ولا الكلام ده كله، ولكن بمجرد ما سخنت عليه بالمكوى، لان المكثف لما تسخن عليه بتظبط معاك الاشارة وبترجع لطبيعتها مرة تانية. طبعا انا هو بسخن على المكثف، الاشارة كانت بتكسر بشكل فظيع. يعني هنروح مع بعض دلوقتي للشاشة ونبص بصة ونشوف الدنيا فيها ايه، يا ترى المشكلة اتحلت ولا زي ما هي؟ اهو تمام يا اخوانا، المشكلة اتحلت بفضل الله. ولكن كده احنا خلصنا؟ لا احنا كده ما خلصناش، احنا بس كده عرفنا ان هو ده المكثف اللي فيه المشكلة، ولكن الحل هيكون اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. هنرجع تاني للجهاز، ورجعنا للجهاز مرة تانية، هنشيل البوردة دي من مكانها، نفصل الجهاز عن الكهرباء ونرفع البوردة دي من مكانها. بسم الله، البوردة اهي معايا، تمام، والمكثف اللي انا بقولك عليه اهو 100 ماكرو على 16 فولت، يعني زي ما قلتلك اللي موجود جنب علبة التيونر اهو، وهي دي علبة التيونر اللي هو المداخل اللي هي المداخل بتاعة الإشارة. رجول المكثف اهي، انا هطلع المكثف.
جبت مكثف انا اهو، مية ماكرو على 25 فولت. قلنا الفولت مش هيفرق، اهم حاجة الماكرو ما يكونش ايه مختلف. هنركبه على نفس العدلة بتاعته اهو، تمام. هنلحمه، نقص الزيادة، ننظف مكان المكثف، مكان اللحام، كده خلاص. نجرب نركب أول حاجة البوردة مكانها، كده. احنا دلوقتي ركبنا المكثف اللي احنا ايه قلنا عليه، غيرناه خلاص، ركبنا مكثف جديد، وزي ما حضراتكم شايفين كده المشكله اتحلت بفضل الله تعالى. ولكن هنروح دلوقتي للشاشه ونشوف بنفسنا عشان نتاكد. احنا ركبنا مكثف جديد غير المكثف اللي كان راكب، اللي كان بايظ اللي احنا قلنا عليه. كل المعلومات احنا قلنا عليها في الفيديو ده وفي الفيديو اللي فات اللي هسيبه لك في الوصف اسفل الفيديو. يلا بينا نروح نشوف الشاشه مع بعض كده ونقول بسم الله. الشاشه اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش اي تكسيره في الصوره خالص، الصوره طبيعيه وتمام وزي الفل. بس كده يا جماعه المشكله اتحلت الحمد لله بفضل الله. ودلوقتي احنا عشان غيرنا المكثف اللي انا قلت لكم عليه، الجهاز اشتغل معانا تمام الحمد لله. بس كده اهم حاجه تكون استفدت من الفيديو كتير، وعشان لما تقابلك حاجه هتعمل اللي انا قلت لك عليه ده، لو قابلك عطله زي كده ولا حاجه. المهم اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. احلى متابعين في الدنيا، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك يستفيد. وكمان ما تنساش تعمل الاشتراك في القناه لو انت مش مشترك فيها، وتفعل علامه الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده، وادخل اتفرج على الفيديوهات اللي موجوده على القناه، هتعجبك ان شاء الله باذن الله وهتفيدك جدا جدا. وشكرا احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.